استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، حيث قدم إلى جلالته العداءة البحرينية روث جبت بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات، والعداءة البحرينية أونس كروا الفائزة بالميدالية الفضية في سباق الماراثون، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 31 التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل مؤخراً. وقد تفضل صاحب الجلالة بمنح العداءة روث جيبيت والعداءة أونس كروا وسام الكفاءة تقديرا لجهودهن في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي العالمي. كما استقبل كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أفراد منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد بمناسبة فوزه للمرة الأولى بلقب البطولة الآسيوية السابعة للناشئين والتي أقيمت على أرض مملكة البحرين مؤخرا، وتأهله لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بالعاصمة الجورجية تبليسي العام المقبل. وخلال اللقاء عرب جلالة الملك المفدى حفظه الله عن تهنئته وشكره للرياضيين والإداريين البحرينيين على هذه الإنجازات الرياضية التاريخية الكبيرة، مؤكدا جلالته أن أبناء البحرين قادرون على أن ينافسوا أبطال العالم في مختلف الألعاب الرياضية ويعتلوا منصات التتويج بالذهب، رافعين راية وطنهم عالية في أكبر تجمع رياضي في العالم وقمة المستوى الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في البرازيل، وكذلك فوز منتخب البحرين الوطني للناشئين لكرة اليد بالبطولة الآسيوية السابعة للمرة الأولى وتأهلهم إلى كأس العالم، مضيفا جلالته أن مملكة البحرين لم تعد متواضعة الحجم وشعبها الكريم يقدم الإنجازات العظيمة في الرياضة على مستوى العالم، وإن تفوق مملكة البحرين عالميا يدفع الأشقاء في العالم العربي لمزيد من الإنجازات وينمي روح المنافسة الشريفة لنصل جميعا إلى الأفضل.
وقال جلالته أيده الله: لقد أسعدنا ما شاهدناه من مشاركة أوسع في مختلف الألعاب الرياضية التي شاركت بها البحرين في دورة الألعاب الأولمبية، متطلعين إلى المزيد في الدورات القادمة، وأن ما حققه منتخب كرة اليد للناشئين بالفوز بهذه البطولة يؤكد ما تشهده الرياضة في البحرين من إنجازات متميزة وعديدة بعزيمة أبنائها وبناتها، وهو فخر لنا جميعا، فالمستقبل مشرق أمام الجميع بإذن الله. وأضاف جلالته قائلا: إن من واجب الدولة تقديم الدعم الكامل للشباب بإكمال المنشآت الرياضية للتدريب لمزيد من المشاركات لتحقيق الإنجازات التي ترفع اسم البحرين في المحافل الدولية. وأشاد جلالته بالجهود المثمرة التي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، مقدرا جلالته الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى ومجلس إدارة كرة اليد برئاسة علي عيسى إسحاقي وجميع الإداريين والفنيين الذين نعتز بجهودهم الوطنية المتميزة. معربا جلالته عن اعتزازه بجميع شباب البحرين الذين رفعوا راية وطنهم عالية في مختلف المحافل الدولية، وأثبتوا إصرارهم للوصول إلى التفوق والتميز في جميع المجالات، مؤكدا حرص جلالته على تقديم كل الرعاية والدعم لهم، متمنيا للجميع المزيد من التوفيق والنجاح. وقد عبرت العداءة روث جيبيت والعداءة أونس كيروا عن بالغ الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى على تفضل جلالته بمنحهما هذا الوسام، والذي سيزيدهما عطاء وتميزا في المستقبل وتقديم أفضل المستويات والنتائج المتميزة لرفع علم المملكة عاليا بمختلف المحافل الخارجية. كما أشادتا بالتشجيع والدعم المتواصل لجلالته، والذي كان له الفضل في فوزهما بالميداليتين الذهبية والفضية في هذا المونديال العالمي وتحقيق العديد من الإنجازات في مختلف السباقات العالمية. وتقدمتا كذلك بالشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعم ومساندة وتشجيع سموهما وتوفير كافة الإمكانيات لهما لتحقيق المراكز المتقدمة في العديد من المنافسات والبطولات، معربتين عن سعادتهما البالغة بتحقيق هذا الإنجاز المشرف لمملكة البحرين، وعن تمنياتهما بأن تكونا عند حسن ظن الجميع في الاستحقاقات القادمة. وقد أعرب أفراد منتخب الناشئين لكرة اليد عن عميق شكرهم وبالغ تقديرهم وامتنانهم لجلالة الملك المفدى على المساندة المتواصلة والدعم الكبير والتشجيع الذي يلقونه دائما من جلالته، معاهدين صاحب الجلالة حفظه الله على مواصلة عطائهم من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وفاء وإخلاصا للوطن الغالي ولقيادته الرشيدة على ما هيأته لهم من إمكانيات بما يوفر كل أسباب النجاح والتتويج في الإنجازات والبطولات.